يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأحد طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجهة البحرية والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفاً ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على عدد من محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 34-25، الإسكندرية 31-24، مطروح 31-22، بورسعيد 32-25، والإسماعيلية 36-22، إلى السويس 35-23، العريش 32-24، طابة 34-25، شرم الشيخ 37-27، الغردقة 37-26، وإلى الأقصر 41-26، أسوان 42-27، الوادي الجديد 40-21، شلاتين 37-27، وحلايب 34-27. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.